السلام ورحمة الله وبركاته إخواني إخواتي في درس جديد من دروس المبرمج للمعلوميات. درسنا الحلقة هو من دروس تطبيقات الأندرويد، ولكن هذه المرة من تطبيقات الربح من الإنترنت. والتطبيق هو بمجرد تسجيلك في الموقع يعطيك 100 نقطة تساوي 1 دولار. مجرد اللعب في هذا التطبيق تحصل على نقاط، ولكن النقاط تتحول مباشرة إلى أموال، إلى دولارات يمكنك سحبها من الباي بال. قبل أن نتطرق إلى الشرح، أدعوكم مرة أخرى إلى الاشتراك في القناة بالضغط على زر التابوني وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد القناة والمدونة المبرمج للمعلوميات. الآن رابط هذا التطبيق تجدونه أسفل الفيديو. ضروري أن تقوم بالتسجيل تحت الرابط الخاص بي لكي تتحصل على 100 نقطة. إذا لم تسجل تحت لن تحصل على 100 نقطة. هذه قوانين التطبيق. مجرد ضغطك على الرابط الذي تجده أسفل الفيديو سيوجهكم مباشرة إلى الجوجل بلاي، وقم بتحميل التطبيق. وبعد تحميل التطبيق ستجيك واجهة. الآن نذهب إلى التطبيق. مجرد ضغطك على التطبيق بمجرد دخولك إلى التطبيق تأتيك واجهة بهذا الشكل. ما عليك هو الضغط على الفيسبوك من أجل التسجيل. نعم، تأتيك الواجهة. تختار الفيسبوك الخاص بك أو بالضغط على كونكت من أجل إضافة حساب جديد. مثلا أنا مسجل بهذه، سوف أقوم بالضغط على الخاص بي. بعد ذلك قم بإدخال الباسورد. سأقوم بإدخال كلمة سر. نقوم بالضغط على سيكونيك. نعم، عملية الدخول إلى التطبيق الجارية في ضربة الشيء. نعم، هذه واجهة كما ذكرنا في السابق. فمجرد دخولك إلى التطبيق وتسجيل من تحت الرابط الإحالة الخاص بي تحصل على 100 كما ترون 100 نقطة تساوي 1 دولار. كما ترون السحب يتطلب وصولك 5 دولار، يعني يمكنك الحصول على 5 دولار في 3 أيام أو يومين أو يوم على حسب مجهودك الخاص. الآن بعد خروجي من الحساب الآخر، هذا حسابي الأصلي كما ترون، الذي فيه 155 نقطة التي تساوي 1.55 دولار. طريقة جمع النقاط في الموقع هي طريقة سلم. مجرد ضغطك على بوبل سماش تأتيك واجهة بهذا الشكل. هذه الواجهة الخاصة بجمع النقاط كما ترون. هذه قد
قمت بإكمالها، يعني مجرد ضغطك الضغط على هذه ستجد إن شاء الله. بالضغط وإصابة المصباح كما ترون إصابة، يعني أنصحك التركيز جدا من أجل يعني عفوا نعم كل إكمال ستفوز بالنقاط، النقاط التي تخول لك جمع نقاط حتى إعادة مرة أخرى كما تفعلون. هذه المرحلة التي وصلت إليها مرحلة صعبة، يعني يمكن المراحل الأولى تكون سهلة، يعني المرحلة الأولى سهلة جدا، ستعطيك 40 نقطة التي كما ترون ستتحصل على هدية. خمسة عشر نقطة كما ترون التي تساوي طريقة السحب. إخواني أخواتي في هذا التطبيق هي جد سهلة، ما عليك هو الضغط على هنا على الخاصة بجمع النقاط خاص بك، و حد أدنى للسحب هي $5، ما عليك هو إدخال المبلغ الذي هنا في الخانة الأولى المبلغ مراد سحبه، ثم إذا وضع الإيميل الخاص بك هنا، ثم إعادة كتابة الإيميل، ثم الضغط على بايبال للتذكير في الموقع. لن تسحب $5 كلها، كلما جمعت $5 يمكنك سحب منها $3، $2 تبقى في الموقع، ويمكنك أيضا إضافة على أموال أخرى وسحبها. كل مرة تصل على $5 تسحب $3، هذا من أجل الموقع يحتفظ لك $2 من أجل أن يجعلك تستمر في الموقع والربح أكثر، وجمع أكثر في جمع أموال استمرار. يعني إذا تركت $2 يمكنك أن تجمع $5 بسرعة. هذا هو هي طريقة السحب من هذا الموقع. من جديد يعني مجرد إكمالك المرحلة يمكنك إعادتها أو التغيير بالضغط على تشانج، يعني مجموعة من هنا مجموعة من المراحل، كل مرحلة والنقاط اللي تحصل عليها كما ترون، يعني مجموعة من المراحل ما زالت مقفلة لم أصل إليها، مجرد أصل إليها ستفتح. يعني كلما جمعت النقاط كلما كان أحسن، يعني ربح المال كما ترون انضافت بعدما كانت لدي 155 أصبحت 170، انضافت 15 نقطة إلى رصيدي. يعني الطريقة الأخرى اللي يمكنك جمع المال في هذا التطبيق وهي بدعوة أصدقاء، مثلا مجرد ضغطك على هذه العلامة الخضراء، يعني كل صديق كل شخص قام بالتسجيل من تحتك ستحصل على 0.5 سنت نصف دولار، يعني يمكنك
جمع 5 دولار يعني في يوم، أو يعني في على حسب مجهودك أو حسب دعوتك للأصدقاء. مجرد ضغطك على الواتساب أو الفيسبوك أو اختيار طريقة أخرى، تضغط على أوتر. مجرد ضغطك على أوتر يعني تلعب مجموعة مع الفيسبوك الواتساب حسب الرسائل، يعني مجموعة من الإمكانيات التي لدعوة أصدقائك أو الجيميل يعني أو عمل شير لهذا رابطك، تضغط على الفيسبوك. مثلا كتابة هنا مثلا هذه اللعبة يمكنك الربح منها ونشرها على الفيسبوك واستفادة من أصدقائك في الفيسبوك. هذا هو شرحنا للحلقة، أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح الحلقة. لا تنسوا الاشتراك في القناة الخاصة بالضغط على زر الجرس، بالاشتراك وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد القناة والمدونة المبرمج. أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى درس جديد من دروس المبرمج للمعلوميات. أطيب الله مساءكم وإلى اللقاء. مساءكم وإلى اللقاء.